يا انت ولا انت ديروا ابوني وفعلوا الجرس لا غادي يضربكم شي واحد. اويلا بابا اش تدير زعما راك بعقلك مالاش تندير هادشي اللي تندير غادي ناخذ عليه الحسنات حسنات لا واه سيئات الله الا ضحكتيني الوالد عرفتي واش جبتي واحد 200 درهم والله تنضرب لك الطرف في الدار وغادي نعيط ماما هي الاولى وسري قولي لامك علاش بغيتي ليا بالسلامه والعافيه مالي قالت لك ينيتي ياك ايه ايوا ضربك ضبيع اش قلتي لا ما قلت والو والو ماما ماما العام اشنو طاري تغوت ياك شي بس ما كاين اجي نقول لك دخلت البيت وانا نلقى الوالد هز التليفون وتيجي ما كاينه موح 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 بعوينه تيشدو عاودتي شنو قلتي وكيف سمعتها ماما لقيتو جالس تيبسبس التليفون هي تدخلنا ولد الحرام هذا هو المضمون فيك ادوي الله يهديك هاد المراه عرفتي ميشيك مليح طلقني وعتني براتي مالا ليك مالا ليا دابا خليتي بنت صغيره ما فاهمه والو توصلنا حنا لهاد الحاله هادي راه بنتي الكبده ديالي وباغا ليا الخير اش من خير هادي باغا لك الشر وباغا لك التهلوكه وباغاك تمشي عاوتاني عند باك ديك العربيه تشبعي هي الشمس فهاد الصيف هذا شوف راني مرا وفحله الهضره راني قلتها والله ما باقي نعاودها عطيني براتي دابا اسمعيني انا راه صراحه كنت تربوس التليفون هكاك وزيد هذا تعطر بلاتي نكمل لك ما كنتي فيك لافونس مال تنقول لك هاد لافونس ما باقيش تكون فيك واه راك تلبس هي القران ديال ربي انت شوفي تعجبني الضحك وانت عارفني ومعاشرني انا رايك تنضحك معاك عارفك ما تقدرش تخوني حتى لدابا وهاد البنت هادي ما مربياش وخاصها تعلم الادب علاه هي خاصها يتادب وشنو خاصها مازال خاصها اكثر لا ما خاصني والو عندك الحق هاكي لامك وهاكي عمي تندرم اللي بغيتي يا ضرك عليا زاد كسيري تنعسي صافي تكلم انا نمشي نعس ماما انا نمشي نعس ما بقاش نعاود بابا اخر مره كان وعدك وجي النحس ما تخليو لي تجيو الحسنات ما تجيو حسنات وهاد الشخ يلا الحاج النعس يلا مشى الحال باش من ليلى سكتي شويه الليل هذا واش انت مرتاح في الناس اللي مريض شوف بابا انت بابا وانا ما بغيت حد وسرا خويا عطيني بالتساع وانت داخل ليا والضري راه لهجمتي متشرع اش بيني وبينك انا عارف راسي تعطلت ولكن شوف ما جاتش ضربني بالليل خليتها الصباح حتى الصباح وضربني صافي اش من الصباح كنتي هضرتك انت بعدا اش تقول لي جمله مفيده ما قلتيهاش من الصباح انت تتعوج هكا دابا بلاتي صبري لي راه شو ما تجي تدخل على الناس في هاد الوقيته هادي واش انت ما مربيش ولا مالك على نتوما دابا وليتو ناس كيفاش لما ضرك عليا هي زلافتك دابا بلاصتها بلا وبلا ما نديرو شي شويه في هاد الليل هذا انت واقيلا الوالد ناشط اكثر مني انا ناشط شويه انت اكثر مني ياك الحاج الحاج نعم انا عامر مراه تتسمع شي حاجه لا ما سمعت والو ياك ما ولدنا حمزه عاوتاني جاي معطل ومشوينا في الحومه وراه بحال والو راه حنا ولفنا ديما داير لينا الشوع اش غادي نديرو ليه خليه غوت تيعيا وغادي يدخل ينعس ايوا نوض شوف مالو ما يفوتيني المرا والله ما فيا بالله كيفاش ما فيكش والله دابا شوف ليا الدري ياك ما مشويني عاوتاني في الدريبه هذيك حليمه كاع ما كتسكت تضرب ليا الطرق قدام باب المدرسه صافي هاني مريض خرج من مواد النعسة اللي محرمها عليا ديما يلا نوض على تريك عطاني الله يا ربي تعفو عليا يا ربي دابا انا غادي نعاود لك الوالد من الاول تنفر انا عرفتي ما تنكذبش عليك انا راه ناشط ولكن غادي نعاود دابا واحد الدري صاحبي دار كسيده مشينا ولينا بارك لها لي حيت جات عند واحد الولد لعبه سيدي نهار الجمعه بالضبط درنا كسكس وزنقه الدراري تيلعبوا كره سمعت بحال الصوت ديال ولدينا على السلامة سي الحاج جابك الله اجا خوتي عليا هاد ولدك هذا واش مفيقني انا مع نصاصة الليل ماشي حشومه هادشي هذا
سبحان الله واه بابا ولاو فيه جوج بحالي حتى انا واو واو بلاتي بلاتي نزيد شي جغمه اخرى الله يوليهم منك ثلاثه الوالد باش يجيونا ثلاثه الخلصات يسامحنا السي احمد وما تيراش من نقل الصوت زيد قدامي زيد سبعد مني سير هو بابا انت شكون انت شكون انت طلطر واش تعرف شكون الهضره ماشي هنا نفيقني من النعاس ومشويني مع الجيران شحال في الساعه ليلى غيتيل 12 هادي علاش تسول وانت عمي اش جيت تريدنا في هذا الوقت هذا ها راه انا اللي خاصني نقول هاد الهضره هادي هادي راه دارو راه انت اللي هاجم عليه هو اللي خاصني يقول هاد الهضره ماشي انت اجي واش الحاجه حجات وبعد برات واش بغيتي في الحاجه راه ناعسه ودوي معاها ود ما خلالنا دابا حنا ما نقولوا قدامك وتعيرنا في مراواتنا واش دابا حنا بينا نبقاو تنهضروا انا زيد قدامي ها لا 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 الواليد لا انا راه راه عندنا جارنا جارنا راه عقلي عليه جارنا احمد كيدير لاباس بخير صحه مزيان تتفحشك تنجي مره نزور واخا الزياره متاخره ولكن سامحنا عمري باقي نعاود اجي لما بدل اخو داك الباب ديالك صبغو بشي كولوري كولين فشي كان انا سيدي شنو حاول دير له غوز خلطه مع الفيل تيعطي واحد البلو انا نقول لك شاهي المعلم الحاج سامحنا هاد المره مصحه فيا الله يرحم ليك الوالدي الله يهدي اش بغيت نقول يلا طلا وشد في المضلة وعندك تعيط له بالله فهمتي اخو حتى واه راس الله جبركم شي واحد نتوما يلا سي تبعني الوالد هاني تابعك عارف راسي انا جينا كل لحظه ولكن شوف هاني تابعك انايا باش نهضري مع المتابعين شوفوا المتابعين ما تمشي ليا شويه اليوم فهمتي بنادم راه حاسر شوف هاد الحمار اش باقي تدير تما صافي الوالي صافي دابا تكلم وانت تبدا الرصا وخلا تشرب الكروسا شوفوا الاخوان صافي فيديو كثر ربع على لايك واش بعني كومونتيرات ولا بدا تعرف بنتي اخو حتى لا لا شي انت اليوم غادي ندير معاك الموحد اجي لي صافي صافي علي جاي الوالي صافي علي جاي لا خلنا ما نقولوا هاد السكنه ديال البارطمان هذا هو المشكل اللي فيه هذا تكون ناس تلقى واحد ناس حداك دابا المره خاصنا نجريو عليها حنا كرياش الاخوان سالا الفيديو ما تنساوش تدخلوا عندنا الانستغرام تما تنحطوا ستوريات عرفتي علم اللي ما تقتقينو مبشقينو معشقينو مفلقين بلا ما نبدا تنكثر ما بغيتي تقول شي حاجه يلا سيرو بيقول لكم شي حاجه على الفيديو زيد زيد الاخوان هادشي راه في اطار الضحك كما تشوفوا كاين مسلسلات في التلفازه تيديروا هاد الادوار هادو حنا في اطار الضحك فقط عرفتي وقلت هادشي راه غادي يضربكم شي واحد وهادشي راه حرام تعاقب عليه الله سبحانه وتعالى اولا على الوالدين على الشرطه هايا يلا ورخي